ثم شكون يقول لك انه المافيا البنكيه تضغط سياسيا واداريا من اجل منع تحويل البريد التونسي الى بنك عمومي يقدم خدمات ويسند قروض بنسبه فائده قليله طبعا لفائده المفقرين. شنو رايك؟ بالنسبه لي انا معناتها رايي انا اون طونك في الدومين هذا اهم حاجه تبدا الامور واضحه، راهم البنوك فهمتني راهم فيهم ديزاكسيوني فهم بنوك عموميه فما كذا كذا متخلطه به البوسطة ما تعطيش قروضات راه البوسطة سيتان بونك دو ديبو تحط فلوسك كيما تجبد فلوسك تبدا الامور واضحه كي تدخل انت البوسطة في الدومين نتاع البنوك نتاع البنوك تعطي قروضات كذا كذا معناتها راح نحكي نحل البنوك كلها ترافيك راه هاني انا نحكي بالمنبر هذا لكوني انا راني في الدومين هذاك توا الحمد لله يا ربي خرجت من فما دوسيات في انا نخدم في الكونتونسيو فما دوسيات في الكونتونسيو نتاع يعطيك دوس يقول لك برا باش يخدم السيد نفذ السيد هذا تاخذ عليه حكم تاخذ عليه كذا وكذا بالك تمشي تقول لك خدم خدمتك تقول لك لا هذا سيتان ديبوزيتيغ عندنا في بانكا في جيبس ولا كذا كذا محط 20 مليار ما تنجمش تنفذ عليه خلينا روك من انت تبعث فيه علاش باش نخدم له خدمه هذوما نحكيو على البنوك سمي اتاتيك معناتها 50% تون 51% تونس و 49% مملكه واحده اخرى واللي فيها ما يعرفها فهمتني بالنسبه للبوصه خلينا نحكي عن بوك دي ديبو خاطر نحن ضد انها تولي معناتها تعطي قروض وتعطي ضدها جمله خاطر فهمك حاجه القروض الخدمات البنكيه باه لقيت القروضات القروضات شنو هي؟ القروضات هي شنو البنك شنو تخدم؟ تخدم فوائد وكذا وكذا من ومن وكي تاخذ انت قرض تخلص فوائد نتاعك وكذا كذا هذيك ما عادش القروض نحن عندنا كيما نقول واحد بوك بوصل تاع فرنسا ما قليش تعطي قروضات هما ديجا تو حتى في فرنسا بدلوا البرنامج جمله فما بون معناتها ميكرو بونك فهمتني هي تتكفل باش تعطيك انت كريدي تاع كونسوماسيون كذا وكذا اما نحن في تونس نحن في تونس بحكم انا خدمت في السيرفيس كونتونسيو قسم النزاعات انا نقول لك راهو تونس راهي كيحطوا هما البوصله في الموضوع نتاع القروضات البلاد باش تفلس هما بنوك وفلست بنوك عند الاف المليارات في الزامبي وتجي تخدم دوسي يمدلك الدوسي على عينينا وبعد يقول لك لا ما تخدموش على خاطر السيد هذاك راهو عنده كذا وكذا تمدلي في الدوسي علاش؟ هذوما راهم نورمالمون هذوما معناتها وزاره العدل تحل فيهم تحقيق وكذا ونشوفوا نحن شنو هي المآل نتاعهم الاف المليارات راهي ماشي كيما منهوبه راهي من البلاد. نصور صحيح الفكره ذي بطبيعه الحال يعني يا اخي منافس جديد باش يجيهم يعني منافس باش يدخل معاهم في المنافسه وباش ممكن يكون مسنود من الدوله زاده خاطر الدوله عندك سياسه الحمايه الاجتماعيه تاع معناتها تحب توفر حاجه للمواطن يعني نقولوا احنا ضد الخوص شوي خاطر البنوك ما يهمهاش في المواطن ما يهمهاش في سياسه الحمايه الاجتماعيه يعني تزيد الفائده ترفع في الفائده على القروض هذيك معناتها حاجه من مشموليات اي بنك في العالم هكاكا يغريك ونقدموا لك ونعملوا بعدين تبدا الخنقه وش ديجا نحن الشعب التونسي كله مخنوق وشكون فينا ما عندوش قرض يعني في الاول هاي ويجا وكذا واحد وبعدين تتفاجئ تلقى معناتها لاجيوس كذا القصاص كذا واحيانا ثم حاجه هذه ما فهمتهاش هذه في البنوك التونسيه وهذه ما شفتهاش خاطر انا خدمت حتى لبرا معناتها وتعاملت مع بنوك مثلا خدمت في المانيا 5 سنين الدوتشا بنك صحيح ياخذوا حقهم اما يعطوك حقك زاده المعامله الطيبه ما ثمش استغلال انا مره مثلا كان يجيني بالبريد الواحد الكونت نتاعي موظفه غاديكا في البنك قالت لي علاش انت تخسر في 20 اورو في العام يجي هايك الماشين غاديكا وهذه باش يجبدوا بها الكيو لي ثقه اكثر يعني فهمتني احنا في تونس هنا لا هذه لا مثلا هنا في تونس مثلا انت تاخذ قرض وشريتك تصب نهار 26 يمشي هو يعمل لك القرض نهار 24 القصص نتاعو علاش حسب رايك باش يقصوا القرض قبل وقته باش الروج زيد يدخل فيه الروج وهذه كلها فهمناها معناتها وانا مشيت اصلا استفسرت في البنك قال لي غالب مسيو وصارت الغلطه وكذا وتمشي فيك ما نجمش يعني شيء طبيعي باش تبدا ثم ريزيستونس على خاطر منافسين ثم دي سيرفيس نتاع البوست معناها تطورت بارابور البنك ما انا مش نقولوا مافيا كلمه كبيره ياسر على خاطر كل شيء كونترولي بالبنك سنترال معناها بنك سنترال ديجا يعمل في المراقبه لجميع البنوك أبار التفقديات اللي في وسط البوسطة وفي في وسط البنوك ثم تفقديات معناها خصوصية ثماش حتى كان ثم فرود ولا إرير ولا حاجة باش ثم باش تقعد التكسيون نتاعها
ما نجموش نحكيو على مافيا بنكيه في تونس؟ لا، نحكيو على منافسه غير شريفه يمكن، وريزيستونس الكل حاجه جديده، فهمت؟ هي ديجا معناها الستاتيو نتاعها كيما بنك، قانون سيسي كيف كيف، زيش قروض ما تنجمش تاتي باش تولي تاتي، معناها حاجات اجتماعيه. بوركوا با معناها معاه يعني هذايا انه البريد التونسي هو اللي يقدم قروض؟ البريد التونسي باش يقدم قروض حسب معناها ياسر دراسات، معناها بارابور الدول المقارنه، باش يعطيها بانتيري تو دانتيري اقل من البنوك، دونك هذا باش يخلق الارباح تاع البنوك باش تنقص اوتوماتيكمون. هذه مش مافيا، منافسه غير شريفه. البنوك شكون يحكم فيها؟ رجال الاعمال ولا؟ ورجال الاعمال عندهم مشاريع اون باراليل مع البنوك هكا ولا لا؟ يعني كل واحد اكسيونير في ما نسميوش البنوك، كل واحد ابار نسميوها وهكا ولا تاع الدوله، مو هكا ولا لا؟ دخلوا حتى هما في اللعبه، علاش ما يساعدهمش باش يدخلوا البنوك يتحاول صحي؟ اول حاجه اذا تاخذ في مليون شهريا مش عندك قرض، مو هكا ولا لا؟ نحيلك التامر، نحيلك الاداءات، نحيلك ال كي تصبرك شهادتك نحيلك 500 ولا 2000 فرنك، تاخذ شهادتك تقصولك، مو هكا ولا لا؟ هو السؤال علاش توا البنوك التونسيه اغنى من الدوله؟ ها هو السؤال. انا نجاوبك، على خاطر العباد كلها ولا تفوت المليون، لا تفوت المليون وتحب على القروضات، مش نعطيك موضوع انا ان شاء الله تعرفوا. تاخذ في مليون ولا مليون ونص ياخذ بري يشري كهرباء اسونس فينيات تصليح شارج مش يبقى له في شهريته، وهكا ولا يولي ياخذ في الرشوه، كانوا موظف كانوا مش موظف يولي يستعمل الوسائل الاخرى. شو كيفي انا مع البوسته تولي هي اللي هي تولي تعود البنوك. كمواطن تونسي خلينا نسلوك، تتعامل مع البنك والا مع البريد التونسي؟ لا انا مع البنك. باهي، قداش نسبة الثقة في معناتها في البنك؟ 10%. باهي، إذا تلقى روحك مجبر أنك تتعامل مع البنك، البنك ماهوش خيار. باش نجاوبك حاجة، أنا غلطت غلطة اللي عملت الحساب نتاعي في البنك. أمس نقول كلمة هذه إن شاء الله تعديوها. إطلاق في تونس إنشاء ولا ساهل، وباش تاخذ مال لوفي من البنك أصعب إطلاق. أنا تو نحب نرجع البوست. تحس انه البنوك معناتها تستغل في الازمه في تونس؟ تم استغلال الازمه بيان سور على الاخر. باهيش انا فهمني، انا نعاني تو من 6 شهور تاع الكورونا في بين القرض وفيها، يا اخي يقولوا في نوفمبر يخلص، هاك 6 شهور ما قصوليش. ايش قولك؟ الحقيقه انا ما عنديش ثقه في البنوك التونسيه، خاطر قارنت، قلت لك انا عملت مقارنه، راهو حتى في المعامله زاده. انت في الخارج مثلا في بعض الدول المتقدمه يعملك تليفون البنك راهو باش يشرحك في قرض وكذا، يعملك ويعطيك كل الحلول الممكنه ويشربك قهوه. اي نحكي لك كذا فتره نتاع 2004، راهو 2004 انا عشت لقيت بيت، يعني مش بيه، خاطر اول مره معناتها نشوف صدمه حضاريه كبيره، معناتها يعني قارنت بين خدماتنا اللي هي تو مازالت كما هي وخدماتهم هما، معناتها وثيقه شنو باش نعطيها في البنك يا بربي؟ فيش. انا قلت لك معناتها انت تعطي راسك يجي معناتها حتى الروج يحمله لك، وانت مش ما هيكش معناتها ما هيكش فايق بيه معناتها. بالنسبه للثقه زاد كلمه كبيره، احنا ذا سيستم نعيشوا فيه نتعايشوا معاه، ثم ما خير احنا ما نحبوش نبدعوا، فهمتني؟ ما ثماش انتاج، امريكا عندها ما خير، فهمت؟ ما هي تسوق في هذا للدول نتاعنا وهي مستفيده، خاطر راس ماليه هذا يتبع ريت التراكمات نتاع راس ماليه اللي هي تو بدات تفشل. انت كان سمعتوا في امريكا ثم ياسر بنوك في فايت وازمه ماليه، باش بعاش باش نتعاملوا لا بالدولار ولا باليورو، باش نرجعوا سيستم اخر اللي هو تبع الصين وتبع دول اخرى عامل افوالا. رغم معناتها السلبيات الموجوده ورغم استغلال البنك للمواطن التونسي، هل تلقاه انه مجبر انه يتعامل مع البنك ماهوش مخير؟ مجبر، والبعض من الناس مجبر. انا مثلا شخصيا مثلا انا ما نحبش السلف، ما نحبش واحد يعمل فيا مزيه، نرضى باش نمشي للحيط نجبد الفلوس وراسي عالي وما نحبش نسلف، دونك يعني مضطر، رغم اللي هي فيها معناتها فيها قصاص، معناتها فيها ديفري، معناتها باش انت تجبد في الروج ولا كذا، يعني مضطر والواحد يبني مثلا،
مضطر باش يتعامل مع البنك، واحد باش يشري دار مضطر، واحد عنده مشكله صحيه ولا مضطرين، معناتها يكذب عليك يعني يقول لك شكون في تونس معناتها عنده فلوس باش تززيه معناتها في علاجه في سكنته في ماكلته في قرايه صغاره في عيد الاضحى في العوده المدرسيه في 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 باش نفرقوا ما بين ياسر كاتيجوري نتاع بيت ياسر طبقات، ثم طبقات الفقيره والمتوسطه، هذاك ما اوبليجي سي بيان سور، هذا معناها حاجه بديهيه باش يمشي هو كيما باش يقترض من عند انسان عادي، ما عندوش ولا ما عندوش ثقه فيه، البنك سيستيم عنده كونديسيون جينيرال ومعناها واضح، وكيما يخلص شنو يصير قانونيا واضح. بالنسبه للكاتيجوري الاخرى الطبقه الاخرى، رؤوس معناها الاموال ولا رجال الاعمال يتعاملوا مع البنوك حتى من غير ضمانات، خاطر البنوك عندها ثقه فيهم، بالعكس مش هما عندهم ثقه في البنوك، بنوك عندهم ثقه فيهم باش يخلصوا، دونك تمشي لهم اعمالهم والدوره الاقتصاديه نتاعهم وزوز اطراف باش يخرجوا رابحين. باهي بالنسبه للتونسي، بشهريته العاديه نحي كري نحي ماء نحي ضو نحي صغار ويقرا ونحي كذا، والله تفهمك حاجه شهريته يخليها ويحط، نحكيه على الفئه فهمت المتوسط، ما كاش على الفئه الضعيفه اللي نجم يعمل حتى شيء مسكين، فهمتني؟ الفئه الكبيره خاطر الفئه الكبيره هذيك معروفين، عنده جنسيه من اجنبيه وتخلص عليها الدوله فلانيه باش يقري صغاره في مدارس خاصه تابعه للدول الاخرين وكذا وكذا، اما نحكي المواطن عادي كرتابه ب 300 دينار تو انت نحكيو على المواطن عادي يخص قولوا مليون اللي هي مليون تقام مواطن عادي صحيح 400 500 ألف شيخ الولد وكتب 300 ألف. بالنسبة ليك التعامل مع البنوك في تونس هو شر لابد منه وكما لا التعامل مع البنوك في تونس راهو حاجة نسيسيخ، خاطر فهمك حاجة قريبين طول العيد الكبير، أنت عندك حق علوش، أنت ها باغ اكزومبل حق ما تخدم وكذا عندك حق علوش، لازم باش تمشي تقترض من البنك نتاعك وكذا وكذا منهم باش تاخذ حق علوش، خاطر نحن المود فيف تاع تونس راهو معناتها كل شيء راهو شيء أغرب من الخير، شنو علوش صافي ديزون تيري 250 مليون 600.